تقوم مظفر قبل. يا هلا والله بشوف شوكم شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله زين. رجعنا لكم فيديو جديد من يوسف من قناة زاكي. شباب اليوم عندنا فيديو طريقة كيف تنزل لعبة بيها هيومن فول فلات. الطريقة جدا بسيطة يا جماعة، طريقة جدا بسيطة. أول ما يعني تشوفونكم أي فيديو من اليوتيوب وتنزلون هاي اللعبة، تنزلونها راح تدخلون عليها ما تفتح عندكم، راح تنزلون اسمه برنامج زد، نزلوني تدخل على البرنامج، راح احط لكم رابط ملف جوا بالوصف ونزلوا هذا الملف. هذا شوفوا هذا الملف، احطه جوا بالوصف، تضغط على الملف، تضغط عرض، تضغط عليه مرة ثانية وتضغط هكذا وتضغط اضغطون هنا. بعدين اضغطون هنا. تضغطون على ذاكرة الجهاز. هاي. تضغطون على اندرويد. انه. او بي بي. وتضغطون على استخراج هنا، جرن استخراج، فانا احدث الغاء لان انا مسويه، فما اريد يعني اسوي مرة ثانية، حافظ في اللعبة. فالمهم تكمل عندك شيء، ترجع تدخل على داونلود، لا العفو، تطلعون نوب، انا بتطلعون على اللعبة. واللعبة راح تفتح معاكم كل بساطة. يا جماعة شو رايكم في بالمقدمة الجديدة؟ إذا تريد تلعب شرفة تضغط بلاي وتضغط هنا تحت وتضغط هنا، بعدين إذا تبغى تدخل وي سيرفر حق ناس مسوينه تضغط هنا. هاي هنا تختار اسمه سيرفر صعود مسوين اوكي ونرجع صح، هاي هنا فوق، هاي اسمه انت سوي سيرفر تدخل فوق، تضغط هنا راح يطلع لك سيرفرات وانت تدخل وياهم. بس اول سيرفر هذا اول سيرفر بيكون من اربعة، هذا بواحد مع ناس، إذا أنتم ما صدقوا حطوا لي هنا، إذا أنتم ما صدقوا هنا
نجيب واحد I'm gonna go.